السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ بانيه بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، بتمنى تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك للفيديو. ويلا نبدأ بسم الله ونقول طريقتنا مع بعض. حاجة هنتبل البانيه بتاعنا. معنا هنا بانيه متقطع كده زي ما انتوا شايفين. الاول نقعناه في خل وملح وليمون لمدة 10 دقايق، وتنضف كويس جدا. ومعنا هنا الكوباية الا ربع من الزبادي، ومعنا هنا معلقة كبيرة من البصل البودر، ومعلقة توم بودر، ومعلقة كبيرة من الفلفل، ومعلقة ملح صغيرة، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ. هنحط الزبادي، ودي هنا معلقة البهارات الكبيرة والفلفل والملح والبصل البودر والثوم البودر. هنضرب المكونات كلها ونخلطها مع بعض كده. التتبيلة تحفة وسهلة جدا جدا. نخلط كل ده. بعد كده هناخد البانيه ونتبله من كل الاتجاهات. هنتبله بقى كويس ونسيبه لمدة 2 ساعة في التلاجة. والأفضل لو كنا مبيتينه من قبلها في التلاجة يبقى أحسن. كده خلاص تبلنا البانيه. هغطيه بقى واسيبه يشرب من التتبيله. معانا هنا طبق هنحضر فيه الكفر اللي هنغطي بيه. معانا هنا نص كوبايه من البقسماط المطحون، ونص كوبايه من الشوفان المطحون، ونص كوبايه من الدقيق، ونص كوبايه من النشا. هنخلط كل ده مع بعض كويس. هنتبل كل ده بملح وفلفل وتوم بودر وبصل بودر، ونقلب كل ده. كمان كيس من الدجاج البودر عشان يديله طعم كده حلو. وبعد كده هجيب البانيه بتاعي بعد ما اتبل كويس، واخد قطعة قطعة وانزلها في الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو الدقيق والبقسماط والشوفان، وبطط على كل قطعة كده كويس قوي عشان تتغلف كويس. وجنبنا هنا طبق نحط فيه. مفيش أسهل من كده، مش محتاجين بيض ولا أي حاجة كده. تمام، نغلفها من كل اتجاه كويس قوي ونبطط عليها كده. بالشكل ده لحد ما نخلص كل من المقدار بتاعنا. ما خدش مننا اي وقت.
وادي كده خلصنا البانيه كله، هنقعده في التلاجة حوالي ساعة، بعد كده هنطلعه ونحمره. شايفين شكله جميل جدا، والكفر بتاعه هنشوف هو هيفك معانا ولا لا. ادي الكفر بتاعه، ولا فك ولا اي حاجة خالص، ومفيش اسهل من كده. شايفين شكله ذهبي وجميل جدا، وما خدش مننا اي وقت. هنا هنحمر تاني بقية الكمية، ودي تاني مرة بنقلي فيها، ولا بيفك من الكفر، بيفك مننا ولا اي حاجة خالص. سهل جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ كده خلاص. ايه رأيكم بقى في شكله؟ شكله تحفة وطعمه جميل جدا. اتمنى تجربوا الطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم. واتمنى تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، ولايك للفيديو لو عجبكم. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.